هذه سائلة تقول: رأيت ابنة المتوفى في المنام فسألتها كيف حالك، فقالت البنت المتوفى: الحمد لله، إلا أني أشعر بألم في الثلاثة الأصابع من يدي، ما هو تفسير ذلك؟ في دون جزاكم الله خيرا. والله ما أدري، أنا ما اشتغال بتفسير الرؤيا، لكن تسأل أو تتأمل في حال بنتها، وش مقصر تنبه في حياتها، ربما أنها مقصرة في شيء، أو أنها كانت تكشف يدها للناس للرجال ما تستر يديها، فتستغفر لها وتدعو لها، تتصدق عنها، لعل الله يعفو عنها. نعم.